طيب شيخنا نورني مرة تانية يا شيخ. الله يسعدك، أهلا وسهلا. عايزين بقى نعرف من حضرتك بعد الكلام اللي قاله الشيخ عبد الله ده، سقيا الماء، لماذا سقيا الماء اخترتوه اسم المؤسسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. سقيا الماء دي مؤسسة خاصة بالعمل الخيري، يعني احنا لا نهدف أبدا إلى الربح المادي، احنا بنهدف إلى الربح في الحسنات في الثواب ما شاء الله. احنا مؤسسة خاضعة للشؤون الاجتماعية، المؤسسة دي هي لسه جديدة خالص، لكن هي وليدة من مؤسسة كبيرة جدا اسمها مؤسسة ابن مسجد. أيوة. مؤسسة ابن مسجد احنا بقالنا 9 سنين شغالين في بناء المساجد، السنة دي ان شاء الله مع ختام السنة بنكون قفلنا 200 مسجد. يعني هي المؤسسة فيها ابن مسجد وسقيا الماء. المؤسسة كبيرة جدا اسمها ابن مسجد، ما شاء الله ما شاء الله، دي متخصصة في بناء المساجد في مصر. وعشان برضو المشاهد يكون معانا، احنا في مؤسسة ابن مسجد بنبني المساجد اللي تابع وزارة الأوقاف، اللي الوزارة ممكن تكون حطاها في جدول الترميم وتجديد بس بتتأخر شوية، فاحنا بنروح ناخد الاشتراطات بتاعت وزارة الأوقاف وبنسلم المسجد. يعني أقل مسجد بيكلف حوالي 2.5 مليون، واحنا في اخر مسجد اقل مسجد واحد. واحنا السنه دي بنقفل 200 مسجد ما شاء الله. طبعا من ساعه ما اشتغل، لما اشتغلنا لقينا انه المؤسسه شغاله شغل كتير جدا، بتوصل ميه وبتبني مساجد وبتعمل وبتعمل، لاهميه الميه في مؤسسه ابن مسجد اقترحنا مع بعض ان احنا نعمل مؤسسه خاصه بحاجه اسمها سقيا الماء، تكون خاصه بس ان احنا نوصل ميه، المساجد محتاجه توصل ميه، تكون محتاجه البيوت والقرى والناس الفقراء. واخونا عبد الله يبارك له سافر الصعيد وشاف قد ايه احنا بنعمل الشغل.